مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن ألتقي بكم مجددا في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية للصف الحادي عشر بعنوان الأدب في العصر الأندلسي. سندرس في هذا الدرس الأدب في العصر الأندلسي من حيث طبيعة الحياة هناك وكيف أثرت عواملها المختلفة في الأدب شعرا ونثرا. الأدب في العصر الأندلسي. قبل أن نبدأ بهذا الدرس في التهيئة، دعونا نستذكر العصور الأدبية على مر التاريخ. العصر الجاهلي، عصر صدر الإسلام، العصر العباسي، والعصر الأندلسي، ثم العصر الحديث الذي نحن فيه. العصر الأندلسي. قبل أن نبدأ بالحديث عن العصر الأندلسي، لا بد من أن نتعرف إلى كلمة الأندلس. والأندلس هو الاسم الذي عرفت به شبه جزيرة إيبيريا الواقعة جنوب غرب أوروبا، والمعروفة حاليا بإسبانيا والبرتغال، والتي قامت عليها حضارة امتدت 8 قرون. وقد مرت هذه الحضارة بتطورات ومراحل عديدة أنشأ خلالها الأندلسيون أدبا رفيع المستوى لا تزال نماذجه حية نابضة بالحياة إلى يومنا هذا. سنتحدث بداية عن الحياة السياسية في العصر الأندلسي. تناوبت على الأندلس مراحل حكم متعددة تركت آثارها المختلفة على الحياة الفكرية والأدبية، وقد تمثلت فيما يأتي: الفتح والولاة، دولة المرابطين، الدولة الأموية في الأندلس، دولة الموحدين، عصر ملوك الطوائف، ودولة بني الأحمر. أما بالنسبة إلى الحياة الفكرية والأدبية، فقد تطور الأدب الأندلسي نتيجة لعدة عوامل. أولا، النسيج المجتمعي، فقد تكون المجتمع الأندلسي من العرب والبربر والإسبان والصقالبة. ثانيا، الطبيعة الجميلة، فقد تميزت الأندلس بالأرض الخصبة والمناخ المعتدل والخضرة الدائمة. أما بالنسبة إلى فنون الشعر الأندلسي، فقد نظم الأندلسيون الشعر في الأغراض التقليدية المشرقية المتعددة، والتي تمثلت بالغزل والوصف والمدح والرثاء والهجاء والحكمة. كما استحدث الأندلسيون أغراضا شعرية جديدة مثل الموشحات والأزجال. أغراض الشعر الأندلسي المتطورة. كتب الأندلسيون في أغراض جديدة ظهرت في ذلك العصر، منها الحنين إلى الوطن، والذي جاء نتيجة لرحيل الشعراء عن وطنهم، ووصف الطبيعة، والذي أيضا جاء نتيجة لوجود الطبيعة الخلابة في الأندلس، وظهر ما يسمى بشعر الاستغاثة الذي يقوم على استنهاض عزائم الملوك لنجدة الأندلس، وظهر أيضا رثاء الممالك الزائلة، وانقسم إلى قسمين: رثاء المدن ورثاء الدويلات، وظهر ما يسمى بفن الموشحات نتيجة لحياة الترف ومجالس الغناء والموسيقى في ذلك العصر، وأيضا ظهر ما يسمى بالأزجال الشعرية نتيجة لقيام أهل الأندلس بكتابة الموشحات بلغة أقرب إلى العامية. أما خصائص الشعر الأندلسي المتطور، مر الشعر الأندلسي بثلاثة أطوار:
الطور الأول تقليد لأدب المشرق منذ الفتح إلى أوائل القرن الخامس الهجري. الطور الثاني الجمع بين التجديد والتقليد في القرن الخامس الهجري. الطور الثالث خصوصية الشعر الأندلسي في القرن السادس الهجري. بالنسبة إلى الفنون النثرية الأندلسية، فقد تعددت الفنون النثرية في العصر الأندلسي، حيث تناول الأندلسيون ما كان معروفا في المشرق من هذه الفنون والتي تمثلت بالخطابة والرسالة والمناظرة والمقامة. الفن الأول هو الخطابة. من أسباب ظهور الخطابة في العصر الأندلسي هو استنهاض الهمم في المعارك، وأيضا الدعوة إلى لم الشمل وترك التناحر. وقد تميزت الخطابة بعدد من الخصائص في العصر الأندلسي تمثلت في الوضوح والإيجاز والبعد عن التكلف. أما بالنسبة إلى الفن الآخر وهو الرسالة، فقد انقسم إلى قسمين، هناك الرسائل الإخوانية والرسائل الديوانية. أما بالنسبة إلى الرسائل الإخوانية فهي تلك الرسائل بين الإخوان والأصدقاء، وتناولت موضوعات عدة، منها العتاب والتعازي والتهاني والاستزارة. أما الرسائل الديوانية فهي تلك المراسلات الرسمية من الحكام إلى قادتهم أو عمالهم، وكذلك إلى أعدائهم. أما الفن الآخر فهو المناظرة، والمناظرة في العصر الأندلسي انقسمت إلى قسمين، المناظرة الخيالية مثل مناظرة السيف والقلم لابن برد الأصغر، وأيضا القسم الثاني هو المناظرة غير الخيالية مثل المناظرة بين مدن الأندلس لصفوان بن إدريس. أيضا الفن الأخير هو المقامات، فقد قل كتاب الأندلس الذين اقتفوا أثر بديع الزمان والحريري من المشرق، وخرج كثير من كتاب الأندلس بالمقامة إلى ما يشبه فن الرسالة. تدريبات على هذا الدرس: أولا، أذكر اثنين من أغراض الشعر التقليدية التي تناولها الشعراء الأندلسيون: الغزل، المدح. ثانيا، عدد أغراض الشعر التي توسع فيها الأندلسيون فتميز بها أدبهم: وصف الطبيعة والموشحات، وأيضا الحنين إلى الوطن. بما يلقب كل من ابن هاني الأندلسي وابن زيدون وحمدة بنت المؤدب في العصر الأندلسي. ابن هاني الأندلسي يلقب بمتنبي الأندلس، وابن زيدون يلقب ببحتري الأندلس، وحمدة بنت المؤدب تلقب بخنساء المغرب. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، وإلى لقاء آخر في درس قادم بإذن الله تعالى. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.